دور المجتمع المدني في هذه المرحلة؟ دوره في التوعية وشرح القانون للناس الأخرى وتبسيطه، واللي قد يقوم بهم الحملات يسوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ويسوى من خلال المؤسسات الإعلامية، ويسوى من خلال الصحافة، ومن خلال الأئمة. ولو أني أنا نعترض لأن الأئمة عندنا فقههم تقليدي مازال، ولا هم ما هم معتبرين عن في فقه العصر، ولا هم معتبرين الحياة تطور وتغيرت، مازالوا يفكروا بطريقة قديمة. تدخلهم في الموضوع يزيد إشكال، كيف ذو اللي خارج أمريكا، كيف ذا الخارق ضريك؟ الإشكال ضريك قلت لكتو لكن إشكال قانوني في الغالب، ما هو إشكال فقهي.